فيها شخصيات أمتعتنا في تاريخنا الحديث، والمجتمع سوف لن ينسى أبدا أدائهم. منهم من ربى أجيال، منهم من ربى مسارح، منهم من ربى الفن. فاليوم يوم احتفالية غير عادية، نسأل الله تعالى أن يسعد من أسعدنا في الماضي، ويطلع جيل آخر يكمل المشوار حتى يسعد الأجيال القادمة بإذن الله تعالى. شكراً.